بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، أغنانا بحلاله عن حرامه، وكفانا بفضله عمن سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ذكر أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور فيها اشتباه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في هذه الآيات الكريمات يأمر الله الناس عموماً والأنبياء والمؤمنين خصوصاً أن يأكلوا من الطيبات. والمراد بالطيبات المباحات من كل ما طاب في ذاته وفي طريقة اكتسابه، وضده الخبائث. ضد الطيبات الخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. والطيب كل ما طاب في ذاته وفي طريقة اكتسابه وفي أثره على القلوب والأبدان. والخبيث كل ما خبث في ذاته أو في طريقة اكتسابه أو في أثره على القلوب والأبدان. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالحلال بين، بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والحلال البين سمي بينا لأنه يعرفه العالم والعامي، بين لأنه يعرفه العالم والعامي. وذلك مثل الميتة والخمر ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والدم والربا والرشوة والميسر وهو القمار
وكل معاملة فيها غش أو خديعة أو فيها غموض وعدم وضوح. وأما الطيبات البينة الحلال البين فمثل الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وصيد البر والبحر وما أحل الله جل وعلا تحليلا واضحا نص على أنه حلال، فهذا حلال بين. فالواجب علينا أن نأخذ الحلال البين ونترك الحرام البين، لأنه ليس لنا عذر في ذلك لبيانه ووضوحه. وبينهما أمور، بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يدرى هل هي من الحلال أو هي من الحرام نظراً لاختلاف الأدلة فيها، لا يعلمهن كثير من الناس. أما الراسخون في العلم فإنهم يعلمون حكم هذه المشتبهات. والموقف الواجب علينا أننا نتوقف في المشتبهات، أننا نتوقف في المشتبهات من باب الاستبراء للدين والعرض، أي التورع، تورع لئلا نقع في الحرام. فلا نأخذ إلا ما كان حلالا بينا لا إشكال فيه، ونترك ما كان حراما بينا لا إشكال فيه، ونتوقف فيما اشتبه علينا أمره من باب الاحتياط وبراءة الذمة وترجيحا لجانب الحظر. وقد بين صلى الله عليه وسلم فائدة ذلك، فائدة اتقاء الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه لئلا يقع في الحرام، واستبرأ لعرضه لئلا يتناوله الناس بالذم والتنقص. ثم بين ضرر الوقوع في المشتبهات، ومن وقع في الشبهات يعني أخذها ولم يبالي وقع في الحرام، لأنها وسيلة إلى الحرام وتؤدي إلى الحرام. فإذا تساهل الإنسان في المشتبهات فإنه يتساهل بالحرام ويستمرئه ولو على المدى البعيد. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب مثلا واضحا لكل أحد، كالراعي يرعى حول الحمى، راعي الغنم أو راعي الإبل يرعى حول الحمى الذي منع ولي الأمر من الرعي فيه وجعله لدواب الجهاد ودواب بيت المال للمصلحة العامة. من عادتهم في الجاهلية أنهم يضعون أحمية من المراعي. ثم جاء الإسلام ونهى عن ذلك إلا ما كان في صالح المسلمين، في أن ولي الأمر يحمي جهة من الجهات أو مرعا من المراعي لأجل أن ترعى فيه دواب بيت المال ودواب الجهاد، لأن هذا لمصلحة المسلمين. فإذا جاء أحد ورعى حول هذا الحمى فإنها قد تتفلت بعض الدواب وتقع في الحمى، فيعرض الراعي نفسه للعقوبة.
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وهذا مثل النفس، النفس مثل هذه الدواب، إذا جئت بها في المشتبهات فإنها تقع في الحرام ولا تستطيع السيطرة عليها. أما إذا منعتها من الأول وأبعدتها عن الشبهات فإنها تبتعد عن الحرام من باب أولى. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن حمى الله محارمه، فجميع المحارم التي حرمها الله ورسوله فإنها حما لله جل وعلا، يجب علينا أن نبتعد عنها وأن لا نقربها. والآن جدت معاملات في البنوك، في الشركات، بعض المؤسسات جدت معاملات ليست معروفة في الإسلام، معاملات الغالب أنها مستوردة من بلاد الكفار ومن أنظمة الكفار، وصار يتعامل بها بيننا، يتعامل بها بيننا. وقد أشكلت على أهل العلم في تكييفها وإلحاقها بنظائرها، وأيضا كلما فرغ العلماء من محاولة تكييف معاملة جدت معاملة أخرى جديدة، فهم يتسابقون في اختراع أو استيراد المعاملات المشبوهة التي لم تكن معروفة من قبل، وهي كثيرة، هي كثيرة، فعلينا أن نتوقف عنها، علينا أن نتوقف عنها استبراء لديننا وعرضنا حتى يتبين حكمها واضحا لا إشكال فيه. والذي يبين حكمها هم العلماء الراسخون في العلم، لا المتعالمين ولا أنصاف المتعلمين ولا العوام، لا يعلمهن كثير من الناس. فعلينا أن نتوقع هذه الأشياء الجديدة التي لم تكن معروفة عند المسلمين، وأن نبتعد عنها، وأن نقنع بما أحل الله لنا من المباحات، من المعاملات المباحة كالبيع والشراء اللذين تتوفر فيهما الشروط الشرعية، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال بين. وكذلك ما يحصل عليه المسلم بكده وكسبه وحرفته وصناعته وعمل يده، أو يحصل عليه بواسطة الميراث من قريبه أو هبة أو عطية ممن يتعامل بالحلال ويتجنب الحرام، فعلينا أن نقتصر على ما أحل الله لنا، وأن نجتنب ما حرم الله علينا، وأن نتوقف فيما أشكل فلا يدرى من أي النوعين حتى يتبين أمره، وحتى نسلم من عاقبته. فإن أصحاب هذه الأموال وإن بلغت الملايين والمليارات والأرصدة الضخمة سيحاسبون عنها فلساً فلساً يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تسأل عنها درهماً درهماً وفلساً فلساً، من أين اكتسبته، من حلال أو من حرام،
ثم أين أنفقته؟ في طاعة الله، في المباحات، أو في الحرام والشهوات المحرمة؟ ستحاسب عنها يوم القيامة، فهي مسؤولية عظيمة. وجاء في الحديث أيضا أنه في آخر الزمان لا يسأل الإنسان عما اكتسب، أمن حلال أو من حرام. يأخذ الناس حب المال والمغامرة والتقليد الأعمى حتى لا يدرون عن كسبهم هل هو من الحلال أو من الحرام، المهم أنهم يحصلون على المال بأي طريقة. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أنه في آخر الزمان يفشو الربا، فمن لم يأكله ناله من غباره. فاتقوا الله عباد الله، وانظروا في مكاسبكم وفي أموالكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، ولا تغامروا، ولا يحملنكم حب المال على أن تغامروا بدينكم وذممكم، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات البينات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الحرام يغذي تغذية خبيثة، وله أثر سيء على القلب وعلى البدن وعلى الذمة، وأن الحلال الطيب يغذي تغذية طيبة، وله أثر حميد على القلب وعلى البدن وعلى الذمة. فخذوا الحلال البين واتركوا الحرام البين، وتوقفوا عن المشتبه استبراءً لدينكم وعرضكم، كما قال صلى الله عليه وسلم. إن أكل الحرام يمنع قبول الدعاء، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. طلب سعد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مستجاب الدعاء، فقال: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. جاء غلام لأبي بكر الصديق بطعام، فأكل منه الصديق رضي الله عنه، فقال له الغلام: أتدري من أين هذا الطعام؟ قال: لا. قال: هذا أخذته من قوم تكهنت لهم في الجاهلية، ولم أكن أحسن الكهانة، أخذه في مقابل الكهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن. فأدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يده في حلقه وتقيأ الطعام، وقال: والله لو لم يخرج إلا ونفسي معه
لا أخرجتها. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسم نبت من السحت فالنار أولى به. فإذا كانت عاقبة أكل الحرام النار في الآخرة، وعاجله أنه يمنع قبول الدعاء، والمسلم لا يستغني عن ربه طرفة عين، فماذا بقي للإنسان؟ أنه يسد باب القبول بينه وبين ربه، ويعرض نفسه للنار يوم القيامة. اتقوا الله عباد الله، ولا تغامروا في، لا يحملنكم حب المال على المغامرة في طلبه، اتقوا الله وأجملوا في الطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح سلطاننا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمرتدين والمنافقين. اللهم شتت شملهم، وخالف بين كلمتهم، وفرق جماعتهم، وأضعف قوتهم، واجعل بأسهم بينهم، واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح جلساءهم ومستشاريهم ومن حولهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين والمنافقين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.